راديو جنس حجب العيون toujours plus jeune. راديو جنس حجب العيون toujours plus jeune. الجهاش اسمعها وما تنساهاش. الجهاش الجهاش راديو جنس حجب العيون. ربح 200. ربح انت في المعتمدية اليوم، علاش جيت؟ جيت خاطر محتاجة، ما عنديش. راجلي عمره 85 سنة ما يخدمش. هي شنو طالبة من المعتمدة؟ عامل زوج عمليات على عيني. طالبة المعتمدة يعاوني على صغاري يقرأ. أولا ما عنديش كيس، ما عنديش ماء، الماء ما عندناش، خلاص نتو نعبوا من البي. ما عنديش هوش، المولد الرزق ما عنديش. عندي طرف زيتون عام يجي وعامين ما يجيش. زيتون رومان ما عنديش. شو تطلب من المسؤولين؟ نطلب يعاونوني، نطلب يعاونوني لله في سبيل الله. الشؤون الاجتماعية ما طلوش عليك؟ ما عندي ملف عملياته من عام 2011، ما عيطوليش وما خرجوليش. انا نمشي لهم هم يدزوني. مدام راوضة ما حبش تقبلني، خلاص تاخذوه من عندي الملف وقولوا برا تو نخرجوا. قولوا نمشي تو برا تو نخرجوا، برا تو نخرجوا ما خرجوش لي. الراجل والله يبارك في الدار، اقسم بالله اللي طاح في السوق حشاك اللي ركايب ولا عاد ينجم يمشي به. نحب المسؤولين يسمعوني، يطلعوا لي العين المكان يشوفوني، شوفوا حالي شني. وعندي زوج صغار ما نحبش نبطلهم القرايه، نحب نطلع صغاري ننتجهم، ما نحبهمش يطلعوا هميال، ما نحبهمش يطلعوا يسرقوا، ما نحبهمش يمشوا يهملوا.